هذا البرنامج برعاية زين. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في جلسات الأعمال. أنا رولا طراوني أصحابكم معي، وإلى أبرز العناوين. محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يؤكد أنه لا مخاوف على الاستثمارات السعودية في أمريكا بعد قانون جاستا وانتخاب ترامب. وفي تصريح لسي إن بي سي عربية، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر قال بأن الصندوق يتوقع ارتفاع التضخم. وفي الإمارات حزمة من القوانين المهمة لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات الأجنبية. أهلا بكم معنا من جديد، ونتوجه مباشرة طبعا إلى طبيعة الاستثمارات وخاصة في السعودية. وكان قد توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% العام الجاري. وحول جدولة القروض الاستهلاكية والعقارية بالتعاون مع البنوك التجارية، أكد المحافظ أن الهدف من ذلك هو تلافي مزيد من التعثر للمقترضين. كما بين الخليفي أنه لا قلق لدى المملكة حول استثماراتها في الولايات المتحدة بعد قانون جاستا أو تولي دونالد ترامب الرئاسة. جاء ذلك عقب عرض سامة لتقريرها السنوي عن الاقتصاد السعودي والسياسة النقدية. طبعا أشارت البيانات الأولية إلى أن الناتج المحلي الحقيقي في عام 2015 نما بنسبة 3.5% مقارنة بمعدل 3.6% في العام الذي قبله. في النصف الأول من هذا العام نما الاقتصاد السعودي بمعدل 1.5% حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مقابل نمو نسبته 4.1% في النصف المقابل من العام السابق. ما عندنا أي قلق بالنسبة لاستثماراتنا. استثماراتنا طبعا تتمتع بحصانة سيادية كما تعلم، ولا أعتقد أنه هناك ما يدعو للقلق حاليا لدينا. بدأت إجراءات إعادة جدولة القروض الاستهلاكية والعقارية، وبالتعاون مع البنوك التجارية اللي تعاونت معنا مشكورة بإعادة الجدولة. فكان الهدف الحقيقة الأساسي هو لتلافي المزيد من التعثر، لأنه كنا نخشى أنه عدم قدرة السداد من بعض المقترضين. بعد إعادة الجدولة نتمنى أن لا يكون هناك المزيد من التعثر، ولكن هي خطوة أعتقد أنها في الاتجاه الصحيح، وستساعد المقترضين سواء المقترضين استهلاكيا أو لأغراض عقارية على إعادة أوضاعهم للوضع الطبيعي. بالنسبة للتضخم، إذا كانت مصادر التضخم هي زيادة السيولة فهي طبعا مسؤولية مؤسسة النقد. لهذا السبب تأتي أدوات السياسة النقدية لنستخدمها من أجل محاولة ضبط السيولة في داخل النظام الاقتصادي. تعلم أنه إذا زادت السيولة عن حدها فمعناته هذه تؤدي إلى ضغوط تضخمية. الإشكالية اللي جرت مؤخرا أنه في هناك انخفاض في السيولة، فهذا ما دعا مؤسسة النقد إلى ضخ المزيد من السيولة. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، وتحديدا حول طبيعة الاستثمارات التبادلية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. عبر الهاتف معنا من جدة الخبير الاستثماري دكتور سامي النويصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابض. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. في البداية، هل تعتقد أنه من الصعب بمكان حصر طبيعة الاستثمارات بين كلا الطرفين والتوقع بأنها ستتضاءل بعد تولي ترامب الرئاسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، العلاقات التجارية هي طبعا علاقات قديمة بين المملكة وبين أمريكا، وهناك استثمارات كما هو معروف للمملكة كبيرة جدا في أمريكا تصل لحدود 750 مليار دولار، وكذلك لأمريكا لها استثمارات في المملكة العربية السعودية تزيد عن 70 مليار دولار، وهناك تبادل تجاري كبير بين الطرفين. فمن مصلحة الطرفين أن هناك يكون هناك تعاون تجاري كبير.
طبعا نحن في المملكة العربية أكيد وأنا متأكد أن التطمينات اللي جت من مؤسسة النفط تطمينات مهمة جدا وأتت في الوقت الصحيح والوقت المناسب وتدل على عمق وأكيد أن وراها خلفيات كبيرة تؤكد ما تقول. كمان نتمنى أنه نحن نرى فعالية أكبر للسوق السعودي من ناحية السياسة المالية وليس النقدية فقط وذلك على أساس تعطي تحرك ونمو أكثر للسوق. فلا يعني السياسة النقدية أدت وأدت دور إيجابي جدا خلال العام المنصرم مثل ما ذكر المعالي المحافظ دعمهم للقروض الاستهلاكية إعادة جدولتها. السياسة المالية هي اللي كان مفروض أنها تأخذ دور آخر لأنه كما يقال يد واحدة ما تصفق. فكنا نتمنى أنه يعني يكون دور أكثر من ناحية التمويل من ناحية توجيه صندوق الاستثمارات أنه يكون دوره أكبر من ناحية يصبح تنموي أكثر من أنه بس جميل. فقط ربحي. نعم جميل. هذا في نطاق الحديث عن الاستثمارات الداخلية. أعود من جديد إلى طبيعة العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة السعودية. هل لك أن تقدر لنا حجم التجارة البينية؟ يعني كم تستثمر اليوم السعودية سواء كانت على مجال البتروكيماويات أو النفط وهو المورد الرئيسي يعني للتصدير في الولايات المتحدة؟ وأيضا كم حجم الاستثمارات الأمريكية في السعودية؟ التبادل التجاري بين الدولتين هو 62 مليار تقريبا وطبعا هذا لصالح أمريكا. والاستثمارات الأمريكية الموزعة في المملكة عندنا على أكثر من 400 مشروع في المملكة موزعة. هذه كانت إلى تقريبا آخر إحصائية توصل لها بحدود 70 مليار دولار. فأتصور أن المصالح كبيرة. نحن نتمنى إعادة ترتيب السياسة النقدية والمالية مع أمريكا بما يخص التالي: أولا ما هو مدى ارتباطنا في الدولار؟ الشيء الثاني لما لا يكون عندنا سلة؟ الشيء الثاني اللي هو تسعيرة البترول بالدولار. نعم. هذه يجب إعادة النظر فيها. الاستثمارات تخفيفها من استثمارات الأمريكا لدول أخرى. كما تعرف أن مو بس أنه الموضوع موضوع جاستا وموضوع أنه في رئاسة جديدة أو تغييرات في المنطقة. نعم. لا حتى من ناحية مالية اللي يسمونه diversification of risk اللي هو توزيع المخاطر أو التنويع. فبالتالي من باب أولى أن السياسة المالية والسياسة النقدية بالمملكة تعمل يدا إلى يد بإعادة وضع منهج جديد. الحمد لله التطمينات طيبة. الحمد لله الإنجاز اللي تم على يد مؤسسة النقد جدا إنجاز هائل خلال العام المنصرم لأنه كان في هناك فعلا تحديات قوية من كما ذكر المحافظ. ولكن كما نقول مرة ثانية نتمنى أن السياسة الفيسكال بوليسي اللي هي السياسة المالية يكون لها دور أكبر طبعا بدعم السياسة النقدية ودعم الاقتصاد لتحريكه ورفع الغمة عنه أو الضبابة اللي هي تمر فيها هي الآن. نعم ونشكرك جزيل الشكر ضيفنا من جدة عبر الهاتف الدكتور سامي نواس رئيس مجلس إدارة مجموعة سامي القابيطة. صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس جارفيس في حوار خاص مع سي ام بي سي عربية بأن الصندوق يتوقع ارتفاع التضخم في مصر قليلا هذا العام قبل أن يتراجع مرة أخرى بسبب التدابير الحكومية الصحيحة. لكن هذه مشكلة يمكن الحيلولة دون حصولها من خلال اتخاذ التدابير صحيحة. ما نتوقع رؤيته هو زيادة بسيطة في التضخم هذا العام ربما إلى 17 أو 18%، وبعد ذلك سينخفض التضخم. والسبب الذي يجعلنا نتوقع ذلك هو أننا نعتقد بأن هناك سياسات مناسبة موجودة لخفض التضخم وتحديدا خفض العجز الحكومي، وهذا الأمر يقلل من حجم الأموال التي يضطر البنك المركزي لطباعتها تمويل هذا العجز. كما أن هناك السياسة النقدية والمحافظة على معدلات الفائدة عند المستويات التي تجعل الناس يحافظون على ودائعهم في البنوك أو على شكل سندات مالية. بالنسبة لسعر الصرف لا نعلم ما هو المستوى الذي سيستقر. السوق تحاول بحث عن استقرار في سعر الصرف، لكن حاليا لسنا قلقين كثيرا بخصوص تراجع سعر الصرف تأثيره على التضخم، لأن الكثير من الناس كانوا يدفعون أموال كبيرة مقابل الحصول على القطع الأجنبي، وهذا الأمر انعكس في الأسعار، وبالتالي لا نتوقع أن نرى المزيد من التأثير من هذه الناحية. ومع ذلك من الأساسي جدا بالنسبة للحكومة والبنك المركزي أن يحافظا على سياسات قوية في الأشهر القليلة المقبلة لضمان استقرار سعر الصرف
وبدء التضخم بالانخفاض. نحن نعلم أهمية هذا الأمر، والحكومة والبنك المركزي المصري يعلمان أهمية هذا الأمر، وهذا جزء أساسي من البرنامج الاقتصادي. أطلقت مصر استراتيجية جديدة لتطوير القطاع الصناعي حتى عام 2020 بهدف رفع معدل نمو القطاع إلى 8% وزيادة حجم صادراته إلى 30 مليار دولار، إضافة إلى رفع مساهمة الصناعة إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي. ليست ارتكزت خطة الحكومة المصرية لتطوير القطاع الصناعي والتجارة الخارجية حتى عام 2020 أعمدة تضمنتها استراتيجية التنمية الصناعية من خلال إجراءات وتشريعات تهدف لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى رفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بحلول عام 2020. لما أنا باجي أقول لك إن أنا عايز أرفع الـ 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 الصناعة كتأثيرها على الناتج القومي من 18% إلى 21%، دول مش 3% بس، ده أنت خلي بالك الاقتصاد المصري بينمو. السنة اللي فاتت نمينا 4%، السنة اللي بعديها هينمو إن شاء الله 5%، الهدف بتاعنا 6%. لما أنا بقول إنه لو أنا ثبت الصناعة بس على 18% أنا لازم هنمو 18%، هتنمو ب 4% كل سنة أو ب 5% أو 6% عشان تحافظ على نفس النسبة. الاستراتيجية تضمنت أيضا السعي لتقليص الفجوة في ميزان المدفوعات المصري من خلال العمل على زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2020. لا بد أن احنا نشتغل على التصدير وتعميق الصناعة عشان نقدر نصدر، تحسين جودة المنتج عشان نقدر نصدر. لا بد أن احنا ننهض في الفترة اللي جاية بالصناعة، ولا بد أنا بنشد رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين إن هم يشتغلوا في الفترة اللي جاية بالتعاون مع الدولة لتنمية الصادرات، لأن لا مخرج غير الصادرات في الفترة اللي جاية إن شاء الله. وفيما أكدت الاستراتيجية على أهمية تطوير التعليم الفني لتوفير العمالة المدربة، إضافة إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو، إلا أنها ركزت أيضا على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية. أتصور أن احنا لو فعلنا هذه الاتفاقات طبقا للاستراتيجية هنحقق أولا وفرة كبيرة جدا من خلال تعميق الصناعة المصرية بالتعاون مع هذه الدول. أعتقد نحن عندنا على سبيل المثال مثلا اتفاقية أغادير مع المغرب العربي والأردن وأيضا مع الاتحاد الأوروبي، أتصور أن ده ممكن جدا يبقى عامل قوي جدا لزيادة الصادرات وزيادة التعاون البيني. وتسعى مصر لزيادة حجم الاستثمار الخاص في القطاع الصناعي من 43 مليار جنيه حاليا إلى نحو 100 مليار جنيه بحلول عام 2020. ياسين الجوهري، سي ام بي سي عربية، القاهرة. نتحدث عن إمكانية تحقيق مصر لهذه الاستراتيجية مع ضيفي الأستاذ عبد المعطي لطفي، هو نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية. أهلا ومرحبا بك معنا. هنالك برنامج طموح يبدو من أجل رفع حجم الصادرات المصرية على الأقل حتى رؤية خاصة لمصر في عام 2020 يمكن أن تنفذها. إلى أي مدى تعتقد أنه بالإمكان تنفيذ ما تم الحديث عنه، يعني أن نرتقي بمستوى الصادرات ونرفعها ونوسع العمل فيها حتى نصل إلى 2020؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير لما اتكلم عن خطته الاستراتيجية لسنة 2020، والخطة طموحة جدا، والأرقام اللي قالها أرقام نسعى إليها ونتمنى أننا نوصل لها، لكن لم يقل لنا كيف سنصل إلى هذه الأرقام، كيف سنحقق هذه الأرقام، وإيه هي الوسائل اللي هنعطيها للصانع علشان نخليه نشجعه ونحفزه على أنه يطور من صناعته ويرفع من الجودة بتاعتها وتبقى الجودة بتاعتها والكوست بتاعها في نفس الوقت قابل للمنافسة في أسواق كثيرة. نحن الآن بوضعنا الحالي نحتاج إلى حزمة كبيرة من الحوافز وحزمة كبيرة من التنمية في القطاع الصناعي بشكل كبير جدا. نعم. لنا أننا القطاع دون يحتاج إلى نقل تكنولوجيا بمستوى عالي جدا، وهذا الأمر يحتاج إلى
هيئة التنمية الصناعية تعمل في هذا المجال ولا تقصر حلها على أنها تراقب الأرض وتراقب المشاكل. والقطاع الصناعي الآن وزارة الصناعة بتحاول أنها تعظم من دورها الرقابي ولا تعظم من دورها الخدمي، دورها التنموي في قطاع الصناعة. نريد أننا نعظم الدور الخدمي ودور النقل التكنولوجيا ودور رعاية الصناع. جميل. ودور أننا نحفزهم على التصدير وتطوير صناعتهم. طب أستاذ عبد المعطي، أنت تعلم أنه تراجع عندك حجم الصادرات المصرية وأصبح العجز الآن بحدود 47 مليار دولار، وهو تحاول من خلاله مصر أن تقلص. طب هل السعي يجب أن يكون هو لتقليص الواردات بالاعتماد على المنتج المحلي وتطويره بحيث يصبح ينافس المنتج الأجنبي رخيص التكلفة وعالي الجودة، أم يجب أن نرقى إلى مستوى متطلبات السوق العالمي، بمعنى أنه نسعى إلى رفع الصادرات ومن بعد ذلك نهتم بالسوق المحلي، أيها أسرع في التطبيق؟ لن نستطيع أننا نقفز مرة واحدة إلى أن نصل إلى المستوى العالمي في الجودة وفي التكلفة بتاعتنا. لازم ناخدها خطوات متتالية. الخطوة الأولى هي أننا نهتم بالأسواق التي تقبل الجودة بتاعتنا ونستطيع أن نكون منافسين فيها، مثل الأسواق الأفريقية والأسواق الآسيوية والأسواق العربية. ثم بعد كده يبقى يحصل نوع من التطوير والتنمية في القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا بشكل كويس، علشان نبقى قادرين على تطوير إنتاجنا. تطوير الإنتاج في ده هيخلينا أولا نقلل من الواردات بتاعتنا، لأن هيبقى في صناعة محلية تستطيع أنها تغطي احتياجات الاستهلاك، وفي نفس الوقت هنصدر وهنعلي القيمة التصديرية، وبالتالي يبقى الفجوة التجارية بنقللها بقدر ما نستطيع بدعم الصادرات وتقليل الواردات، وبالتالي يكون عندنا الفجوة بتقل بشكل كبير جدا. ده لن يأتي إلا زي ما قلت لحضرتك، الخطوة الأولى هو الاهتمام بالأسواق الأسواق الأفريقية والأسواق هذه التي تقبل مننا الجودة بتاعتنا والأسعار بتاعتنا. طيب ثم ننتقل بعد كده لأن نكون في، يعني أنت ذكرت ليس انتقادا وإنما في محاولة أيضا لجذب يعني أطراف حلول، يعني أنت ذكرت الحكومة ذكرت أنها تسعى إلى ذلك لكن لم تضع الحلول أو البرامج، ولكن جاء في معرض الحديث يعني بأنه تسعى إلى برمجة هذا المستوى عبر سنوات بالتدريج، يعني كل سنة تقريبا 8% إلى أن نرقى إلى المستوى المطلوب، ورشحت الحكومة أن يكون هنالك دورات تدريبية للقدرات المهنية والمهارات. باختصار، هل ذلك تعتقد أنه سيساعد أيضا في تقديم الحل؟ كلام صح جدا. نحتاج إلى دورات تدريبية، نحتاج إلى دعم المشروعات الصغيرة بشكل كبير جدا، نحتاج إلى نقل تكنولوجيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نحتاج إلى حوافز للمصانع من إعفاءات جمركية وإعفاءات ضريبية علشان نقلل الكوست بتاعنا ونستطيع أن احنا ننافس في الأسواق الخارجية. نحتاج إلى حزمة كبيرة جدا علشان نصل إلى الأرقام الواعدة الطموحة. نعم. اللي أعلنها سيادة الوزير. أشكرك جزيل الشكر ضيفي من القاهرة أستاذ عبد المعطي لطفي، وأنت نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية. ابقوا معنا في جلسة الأعمال بعد الفاصل. أكثر من 500 مليار دولار في العام خسائر الكوارث الطبيعية. أهلا بكم من جديد. قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري إن الحكومة الإماراتية تعمل على جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة تفوق 70 مليار دولار، أي ما يعادل 257 مليار درهم حتى العام 2025. وأوضح أن الإمارات تعمل على إعداد حزمة من القوانين المهمة لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات الأجنبية، ومن بينها قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيصدر قريبا، والذي سيوفر المزيد من الحوافز للمستثمرين للتوجه برؤوس أموالهم نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية ومن أبرزها القطاع الصناعي.
قال كبير الاقتصاديين لدى وكالة موديز مارك زاندي في حديث خاص مع سي ام بي سي عربية، قال إن منطقة الخليج قد تواجه ضغوطا في الأشهر المقبلة مع انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد الذي يتبنى سياسات اقتصادية مختلفة، حيث سيدفع ذلك الفيدرالي لرفع الفائدة بوتيرة أسرع. مع انتخاب رئيس أمريكي جديد يتبنى سياسات اقتصادية مختلفة وسياسة مالية توسعية مع تمويل للعجز وخفض للضرائب، فإن آفاق ارتفاع الفائدة بوتيرة أسرع في أمريكا باتت قوية، لذلك فإن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بوتيرة أسرع، وحتى الفائدة الطويلة الأجل قفزت في أعقاب نتائج الانتخابات. هذا الأمر سيضغط على الاقتصادات التي تربط عملاتها بالدولار، وعليه سيكون من الصعب إدارة هذا الربط، وسيكون هناك مضاربون سيراهنون على فك الارتباط، وهذه ضغوط قد تواجهها المنطقة في الأشهر المقبلة. طبعا هذا الربط كان مفيدا لاقتصادات هذه المنطقة، فهو يمنح الاستقرار للنظام المالي والمصارف والاقتصاد عموما، وبالتالي محاولة الاحتفاظ بربط العملات المحلية بالدولار هي فكرة جيدة على المدى البعيد. الفوائد سترتفع، لكن نأمل ألا ترتفع بسرعة كبيرة تجعل من الصعب الاحتفاظ بهذا الارتباط. سيكون الوضع صعبا، ولكن في نهاية المطاف يجب على السياسيين المحافظة على هذا الربط. بمشاركة أكثر من 700 خبير حول العالم، انطلقت الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية في إمارة دبي 2016 لبحث أبرز الفرص والتحديات في المنطقة ولطرح الأفكار والمبادرات المستقبلية في شتى القطاعات لنقاشها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في داووس. احتضنت دبي باكورة الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد أكبر عصف ذهني يشارك فيه أكثر من 700 خبير من مختلف أنحاء العالم لتوليد الأفكار والحلول لإعداد العالم لمواجهة التحديات والفرص الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة. ويتمحور عمل الاجتماع حول الاستعداد للمستقبل من خلال معالجة مجموعة واسعة من المواضيع التي من شأنها تغيير أسس عيشنا اليوم، كتقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والمركبات الذاتية، كما سيتطرق إلى التحديات النظمية كمستقبل البيئة والنمو الاقتصادي والمدن. مشاركتنا ودعم حكومة الإمارات لهذا استضافة اجتماعات مجالس الأجندة يأتي في حرص الإمارات على وجود هذه النخبة من المفكرين ومن متخذي القرار على مستوى الحكومات وعلى مستوى القطاع الخاص والأكاديميين حول مستقبل العالم والتوجهات العالمية والتحديات المستقبلية وكيف الطريقة وكيفية التعامل مع هذه التحديات في المستقبل. ويرى الخبراء المشاركون في الاجتماعات والتي تصل إلى نحو 35 مجلسا بأن الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها اليوم تتسبب في تغييرات اقتصادية ومجتمعية هائلة لم نشهد لها نظيرا منذ الثورة الصناعية الأولى. فعلى سبيل المثال، يغير الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصبية وإنترنت الأشياء تطور مقترح لتمكين أدوات الحياة اليومية من الاتصال بالإنترنت وإرسال واستقبال البيانات طريقة التواصل فيما بيننا. لذا فإن تمكين هذه التقنيات من إفادة الجميع يعتبر تحديا محوريا للعالم ولهذا الاجتماع. اليوم المنهجيات العالمية اللي تطبق في استشراف المستقبل أصبحت علم معروف عالميا، وما في شك يعني الاحتكاك بالخبرات هذه فرصة لجميع المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أكاديميين ومدراء تنفيذيين في الحكومات المحلية والاتحادية، سيكسبهم الخبرة بالاحتكاك من مع هذه الخبرات العالمية. هذا إضافة إلى العديد من المحاور التي سيتم عرض أفكار ومبادرات لطرحها على طاولة النقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي المقبل الذي سوف يعقد في دافوس، يأتي على رأسها مستقبل التعليم والصحة والطاقة والاستثمار طويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما ستلعبه من دور حيوي في الاقتصاد العالمي في المستقبل. أسيد خريسات، سي ام بي سي عربية، دبي.
أفاد البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية تتسبب بخسائر تقارب 520 مليار دولار في العام وتدفع 26 مليون شخص إلى الفقر. وأشار البنك في تقرير على هامش مؤتمر الأطراف المنعقد في مراكش أن هذه التقديرات للخسائر تزيد ب 60% عن تقديرات الأمم المتحدة، وأوضح أنه أخذ في أرقامه بالأضرار التي يتكبدها الأكثر فقرا. وافقت تويوتا على تسوية فيدرالية في الولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات و400 مليون دولار بعد ادعاء عدد من ملاك شاحنات وسيارات دفع رباعي من تصنيع الشركة اليابانية أن الهيكل الخارجي لمركباتهم عرضة للصدأ. وتشمل التسوية 1,500,000 شاحنة وسيارة. وأكدت المحكمة أن المركبات لم تحظى بحماية كافية ضد الصدأ، مما قد يتسبب في تآكل الهيكل وتعريضه للأخطار. ووفقا للتسوية ستقوم تويوتا بفحص المركبات لمدة 12 عاما تبدأ من تاريخ بيعها للتأكد مما إذا كانت بحاجة لاستبدال الإطار الخارجي لهيكل السيارة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية جلسة الأعمال، لكم منا أجمل تحية وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية زين